الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الكرام البررة الأتقياء وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. وحين كصورنا خطبتي هراء جمعيه هراء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن ولا قال الله يسفر حمانتا لا يسديده قرآن كوح إن بريا حمانتا أوين أما كو أوين كم ذا وحوي ما يسمى بالفساد شيء الله يقان فسادك فسادك مركع علماء تلماميان وحي كحسين تحويل منفعة الشيء إلى مضرة شيء دفت أولية هاي أو دب لورغو شيء ولي بدبنا أولية دفنا أولية دالكا يددكا يدوية ده وحي خيرية وناقية دف إلي نو دبات لورغو يدو أن يرفها هي أود ددكا ظلم فلاياشي أي حوق بلاتو مركب شيء سوى ناكسن الله استعمال لها سيح الله استعماله قرآن كريم كان مركب أنه أغنو منكر كا اسغه فساد كا لايدادو marku quraanku ka warramay ila kuntumeeyo meelood ba ilaahay ku xusa afarta kamida waxa la xidhiidhsan ereyga ah al ard dulka wala tufsidu fil ard marka al ifsad fil ard kulka la sawruriyo macnihiisu wuxuu noqonayaa dul bi isnimo dadka ilaahay wuxuu diidayaa inay dulka biiyaan haday dalkii biiyaan dunyadii iyo dadkii iyo diintii ba kharaabe لذلك فساد كوح الله إلى هذا إنه مدر رأس مال كوذا أوين الدلكو كم ذي هاي كخرابين أيو درادد با إلى هاي إريق فساد مركو شيق أيو وحر راعي أدولك هذه يتير معنى يالبو كل يا قرآن كدحدي سيري غاسي إلى لح معنى أيو كسار أوريا مركا الله إسراعيان وحي كسار أوريا نلح ذا معنى دادكو دباته ذي قيستين يرهات كي رهيس مثلا مرر كي قار كود باوحو نقونا يا محسيدا يدد كسامين ايا ديل كا اي قيستان دولمي كا اي قردر هذا سحر كا اي حمان تيسا وحيا باها سوا دد كنب كي قيستان ايا يا محسيدا نوعيه ذا كلا دول له وحيا باها معناها آيات كو كسا رورا يوحا كميدا يساقو بمعنى الهلاك فساد كيو هلاكه يسقيه قحطي أبارة عذر عدو وحيابها مركوا المعاصي وأثرها دم بجدتك قال ياني رات كيس قرآن كوحى ونبر يا شيء قال لي إذا ضف فسادك إنه سبب بدل لي أما مالك للدوان وقال لنا رش وح كم إذا فسادك فكري جاء أما دادك دين عقيدة دا إيه فهم كودا إيه فكر كودا قلا وحياباو خطر بضن قفكو عقلقو كتمريا عقلقو نوا دبر كا دادك ساد دلاتيه هدي دادك عقلقو دي وفسهادو وعقلق اللقا قدولو وعقيدة دو آي كحماتو انت بضن وحان وحي نقضان وح دالي يدد بخرابين كرا إلهي باتاي سوى كورنا يا وحلو ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وربك أعلم بالمفسدين تدكي واحد كم إذا قال إلهي رميي قاران إلهي رمينين فساد عقدي وكدعي وعقل قوذي عقيدة ذا يقلع سمين كوا سنوى مفسدين إلهي بأو مركا إرهي إفسادك يا إلهي واستعمالك أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار ووحان اسكغم الدقاء يا با إلهي لقفك وناكسن يقفك وحفس هذين يا إلهي أكتي صلى الله عليه وسلم مصرنا إذن كأكتنا نيسن والله يعلم المفسد من المصلح إلهي وكالوغ يقفك وحقرب إيك وحوناتنا يا قرآن كوح النوشيغ يا وحيابها دادك اللقو فسهادية وحكم إذا اتباع الهواء قفك أوان شرعيه هاقين أمر ربيتان كيسونه هاقو
ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. تدكو هدو ربيتان كودا وراعي لها حقه دل يدد بوي فاستهادي لأن يعري يدو الباء مركا انت فراها بضن قفك هذه يتشار وحخربه وحا سبب النغضة وحي نفتي سدون يساو راعه تاسنوات تدكو يدل كوكو هلاك سميان فساد كان نوعي ذي سكالدون وحكم ذا الفساد السياسي فساد كان قال حقه هو قامنت وكا وقصي خطر بضن ويدد كدد كهو قامية هذه يتشار هدي يقو هقاقان وآيو تاقين وناقي إصلاحية توسنت الناس على دين ملوكهم تدكنا إيقا يكو ضيضان دل يدي ذي الدين بوي توسان لكن تدكي مضحضا وهادد كامو هو قامين أي هدي شركو هو قاميان ووحي وناك سنائي كدوان وأرمها كان أو مضحا سيني بابان إلهي بأوحو التلبامي لفظ الفساد سقو استعمالي إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون تدك مضح ذاية وحقامية وإنتو ضبضا مركي ميلي مادان ويخربان بولهي تدك شرفت لهان هوس بوردغان ددلي تين كربا وقاضان كو الدنهو ذي الدم عودة للريحية waxay noqsoonahay casrigan aynu joogno gaalada adduunka markay tirakoobayaan waxay ka warabaa wax la yiraahdo al-fasad al-mali wal-fasad al-siyasi wal-fasad al-akhlaq waxyaabahaasi ka sheekeeya fasadka maamulka iyo fasadka dhaqaalaha marka dawladaha kolkay tirakoobayaan caalamul islaami ba xagga dambe mariyaan iyo afrikada soomaalidana xagga dambe si mariyaan waa nasiib darro dadkii muslimiinta ha loogu faanayo inay yihiin kuwa mufsidiina gaaladiina sheeganayaan inay muslixiin yihiin ha qofku hadii aanu iimaan lahayn isaguba waa mufsid laakiin waxa laga yaabaa inay iyagu sharcigooda ka baqanayaan ilaahay kama baqanaya sharcigooda ka baqayaan waxa ay sameynayaana inuu si uu u qarsoonaado ay ku dadaalaan wax fashilan aanu noqonin fasaadka waxyaabaha sababa waxa kamida al-ibtiaadu an ash-shari'a sidoo quraankeenu nabarayo dadku kala day diinta Ilaahay aanay ku dhaqmayn oo dawladooda diintu aanay xukumeyn oo dadkoodu aanay diinta daneynayn xukuumadda iyo shacabka ma toosaan fasaadkaasina dhaqab uu noqdaa dhinac walba Ilaahay baa wuxuu ila tafcaluhu takun fil ardi fitnatun wa fasadun kabiir waxaan idin farayo waa sharciga in la raaco hadaydan sabaynin baa Ilaahay wuxuu fitna ay man doonto dhulka dhaxdiisa wax waliba way kharaabi doonaan iya fasad weyn wax waliba inay kala kacaan idin ka xumaadaan oo waxba idin hagaagin fa in tawallaw fa inna allaha alimun bil mufsidin dadku haday diinta ilaahay ka sii jeedsadaan waxaad u sheegtaa inay yihiin dad mufsidiin oo wax qaribaya oo waxba hagaajinayn ilaahayna waa ogsoon yahay marka kolbo qofku inta uu sharciga ilaahay ku dhaqmayo ee sharciga ilaahay uu shakhsiga hagaayo wuxuu u dhaw yahay ilaal islaah inuu wax wanaajiyo kol hadduu sharcigiisa loogad qofkaasi ama dadkuba ay ka durkaan islaaxuma yimaada ifsaad ayaa yimaada sidaa qur-aanku ina barayo fasaadka waxaa ka mid ah ama asbaabta keenta alfasaadu alakhlaaqi dadka inay akhlaaqdu ka lunto inay akhlaaqdu ka lunto qur-aanku wuxuu ina barayaa inay tahay fasaad weyn ummaduhuna waa akhlaaq wuxuu qofka iyo ummaduba uu qurux badataana waa dhaqankooda iyo akhlaaqda wanaagsan taasaa ka turjumaysa inuu qofkani alla ka cabsi leeyahay oo iimaan leeyahay ilaahay baa wuxuu ka waramay gaalada iyo siday sura tooseen isagoo iyagoo qaloocan oo wuxuu wa idaa qiila lahum laa tufsiduu fil ardi qaaluu innamaa nahnu muslihuun marka la yidhaahdo ka daaya dadka kharibaada waxay leeyahay anagu waxaan wanaajinaynaa maanta waxaynu arkaynaa waxaa loo taagan yahay in ummadaha lagaga duulo akhlaaqda iyo qiyamka suuban إلهي وكقر رالي نقوني سبحانه وتعالى مركا وقد يد آذو حساسية سيدا إلهي بأو تلمامينا ضد بضنبا مركا لا إله وحاسوا لقر دين تو كحو يهي أخلاق دو كحو يهي أمد دو كحو يهي أيا وحا كشي يغيانين ويهي البحنمة يهرو مر وددك تادي دنينا يين ددي بصعودة ودين متي ده أمر ورسان هايسته فسادك وحا كم بدا قرآنك إن برأيه الفساد الاقتصادي
فساد كيمادة دين عدا قالها أو مديو إلهي هلاقي قار كود باوحا وكو هلاقي أخلاق دو كحماتي قار كودنا نقالها أو أي كوحد قدباني النعمة دي إلهي وسي ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين إلهي با قوم شعيب الله هذا يسوى رسولك أفرا وحا وليهي دادك وحا أي ليهيني ألابتو ذها كالنقصا مننا ذلك نها خريننا ها فسادننا بركة دادكو إنتي دين تكون رقميان دوية ذا هقاتشينيان حلاشي رادينيان دادك حق وضسينيان أديك لا وحي دوية ذا قعان تكون لغا دي ملاحيهين يها دي مالقبيهين يعدك استبا أنبقات قادة بلاب ميسا قف كان إنه حرور يابو كد ذاليا ما شوكا كاني كما فكرة يا مركا ربادا يا رشوة يا لاروشكا يا نعا يا خيامة يا سويدارس وحادي يابو النغضاء وفساد كاين فربضان لغا ورموه عصر غانا إنو تشوغنو إلهي باوحو كورمي سبحانه وتعالى نكي قارون لورن شري وحول أبضان ورورصدي وحوانين يا نمان علماء مركا أركان فساد كيسيو داقضي إلهي وسيا يا مالكين وحكو خربيو وحيلاي ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين حولان إلهي وكسيا وحكو خربي وحكو خربين لنا عحمنها ولا كعين إلهي وقوم هادق نعمديس إلهي إنما تشعلا عدة وحفساد نيس من أسباب الفساد كويلها ساكم إذا يقارك الله بضن وحمرك أنوسو قد بلهين عاقبة الفساد في الدنيا والآخرة dadku sida diinteenu ina baraysa haday iska deyn waayaan inay dhinac walba wixii xun u kacaan oo qalloocaasi dhaqan uu noqdo ciribtoodu maxay noqonaysaa ilaahay baa wuxuu xusay subhanahu wa ta'ala ala allah inay la kulmayaan qofka bani aadam kaana inuu ilaahay raali ka noqdo oo ilaahay u jiclaado waa hammiga u weynaa inu leena wayasauna fil ardi fasadan wallahu la yuhibbu al mufsidin إلهي بقى وحول كوا وكصور رمي دلك يدتك بقى وحي لا نحس عنا هنا خربان إلهي نوح وتعلي هاي إلهي نمت على عدة وحفس هذه نيس أول نعبي أو عريسية وحول كوا بالمريا دتك وحقبت كود ونفش المه أو مد كل هذانا إلى الإصلاحين وحاجاتي أنا تاجني لكن نرفها شقينا يدنا دتك شقينا يا ويهاوني وحلا خربه وقف ولا بحق حنو كيغ يو تاه شيس لغو نغضو وسيدا عصريا دان دنباي نغو بضطي دين عوال الله نقاقبه هرو بربا سمعيان مد دينه دي مد دنيا لبضبا حضارة دي تقدم نما يشان إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين تاتك بها دو نغا كوذ حماذا بيو لهاي الشقادو دي وحقبت كوذ هرو مرما يشان وعي كيني كرتابها لك ومضو كل هدي أي مذاحد وذا الرعية ذا مال قبين كبل شذا وحيه شيء سكويهين السوق ذو حامجة ونقضى إفساد كيا حماينت وضد كمصلحين تأنا سوق ذو ضعيف نقضى وحي إصلاحية وناجنا ونقضى ما وحلا يسكو عايا أما اللي جت تجاو النقضى وحلا جاي أبا عريب تودون يكون بيسهل لك فانظر كيف كان عاقبة المفسدين إلهي بروحه كصور ما يمدوا هلاجي كساو خوري بلوا حد ديبو يكتا هدا بو امدها عربتودي سيده كو دنبايسه مفسدين باهان كو ودان بو ولبا خريبا وحمانتا دين عوالبا ولا كعاي اوو دنباينتي و خي الهي كا ورمه هدي ادويده امدها كا خوماتاي اخرين اينسا سو كلا كا خوماتاي تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين jannada qiimaha badan ba ilaahay u dhuuxa aan ugu tala galay oo aan ku gaariyelaya kuwan kibreynin fasaadna aan doonayn ciribta dambana dadka ilaahay ka cabsanaaya iskale ugu dambeyntii maxaa ilaajuu noqonaya waxa ilaajuu noqonaya dadka in la waaniyo lagu dadaalo wacdiga iyo waanada iyo wax sheegmada wanaagsanina kor u soo kaca oo taala iska kaashado day jiraan dadkii xubaanta u taagnaa dadka wanaaga u taaganina inay isurursadaan oo ay iskaashadaan wa taawanu ala albirri wa taqwa wala taawanu ala alithmi wal udwan ilaahay baa wuxuu leeyahay sabafalka iyo la kacabsiga isu kaashada oo xad gudubka iyo dambiga ay isu kaashanina marka dadkii dambiga iyo xumaanta iyo xaraanta isu kaashanay haday bateen dadka wanaaga isu kaashanaya isu galabsanayaana inay bataan
إلهي بأو حر ورج اليوم الآخرة ولا تعثوا في الأرض مفسدين مالك آخرة كعب صدى نول كناها حميننا إذن كوفة سهادين أيها مركا حصوص تددك لحصوصية إلهي يا آخرة يو حصمين أيين دبلوغو سوعلين دونو توبدا لغوانيو وعلاج شاي حاله دواوي ددك تاسي أيان فعي ويدن أولاق من مارمان عدة مامولك عدة أود هاي سائنة كعمبرة كقبته أو وصلت لذتوي أنا مجتمع على قبته وقفنا كتاب كاتوتشيا قفنا أود حكم كاتوتشيس إلهي بأوحر ولكم في القصاص حياة يا أولي للباب قصاص تذكر الله قصاص هي حدود هي شرع الله مرينا يو حياة إذن كنت ارتبى إلهو ركادي وعد جي والدنا يا رادان dadkii mufsidiinta wax qabadkii laga qaban lahaa waxna ay yaraadaan ama iyagii ay noqdaan mufsidiin ummadaasi adduun iyo aakhira midna horumari mayso waxaynu ku soo ururineynaa munkarka aynu iska waarineyno ayay ka mid tahay taa uu quraanku ino sheegay ilaahay kontonka aayadood uu ku xusay al ifsadu fil ibadi wa fil bilad dal yadad bayn la fasaadiyo marka waa inaan ismiisaana xaaladeenu halkay maraysaa قف ولبا محوكها أوليه لا تاجر قفك وناج أتاجن قفك حمانت أتاجن اللجبرين عظم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وتمم نعمتك علينا يا أرحم الراحمين اللهم دمر أعداءك أعداء الدين اللهم دمر أعداءك أعداء الدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وأقم الصلاة